مرحبا، معكم رنا من قناة كرافتس باي مس ويف. هيدا الفيديو بدنا نتعلم كيف نعمل هيدي الوردة الباف. طريقة عملها كتير سهلة واستخداماتها كتير حلوة، خصوصا بآخر فترة. درجة هيدي الجاكيت أو الكارديغان وكان محطوط عليها هول الوردات الباف، فأنا بهيدا الفيديو حأشرحها. في كمان عاملة أنا شاغلة هيدا الباترون، صممت كل القياسات لعمر 6 سنين. ان شاء الله قريبا او لما ينزل هيدا الفيديو انا خلصت الباترون وكتابته. ان شاء الله بتلاقوا رابط هيدا الكارديغان تحت بصندوق الوصف. اكيد عملت هول الوردات حتى لنحطهم على الكارديغان حتى تشوفوا هيدي الجاكيت أوضح. حكون حاطة رابط فيديو مذكرات حكيت عنها، وبالباترون شارحة كل الخطوات بطريقة كتير سهلة، حتلاقوا الرابط تحت بصندوق الوصف. هلأ خلينا نبلش بالفيديو. لنشتغل هيدي الوردة بدنا خيطين لونين، فيكن تعملوها واحد. بدنا خيط للوردة البتلز تبعولها، وبدنا خيط للسنتر تاعها للوسط. هستخدم سنارة 4.5 مليمتر، هستخدم خيط ناكو فيجا، يعتبر وزنه أران، فأنا هستخدم هيدا الخيط. حطه على جنب. هلأ بداية أنا عامل هيدا الوردة من 5 بتلات، فيك تعمليها من 6 بتلات عبر انه تزيدي غرزة زيادة. هلا حاشرح كيف. هلا بداية بدنا نعمل دائرة سحرية، هارتفع سلسلة وحدة، بدي اعمل 5.5 عمود داخل هيدي الدائرة السحرية. اذا بدك اياها مكونة من 6 بتلات او اكتر بتكتري هون النصف عمود قد ما بدك. من 6 بتلات وفي من 5، انا لقيت 5 كتير كيوت، فهون 1 2 3 4، هاي 5.5 عمود. هسكر الدائرة السحرية وهاشبك شكل الدائرة اللي صار معي بأول 0.5 عمود بغرزة سليب ستيتش او المنزلقة. هيدا الشكل. هلا بدي ارتفع 3 سلاسل. من بعد ما ارتفعت 3 سلاسل بنفس المكان بدي اعمل 10.5 عمود، بس ما هسكرهم، يعني هاخد اول 0.5 عمود وهطوله بهيدا الشكل على مدى 3 سلاسل اللي معي اياهم. هخليهم على السنارة، هارجع اعمل لفة خيط وفوت واعمل 0.5 عمود تاني. بدي كرر هيدا الشي ليصير عندي 10.5 عمود على السنارة. هيدا الشكل. هاخد لفة خيط مثل ما شايفين، بس بدي انزل عم بكمش اللفات كلهم بايدي حتى يضل الطول معي، وحمده هيك. بدي اعمل 10.5 عمود حتى كون البتلة والباف تبعيت البتلة. كلهم بنفس المكان. هأظهر في منهم كلياتهم من عدا هيدي السلسلة اللي كنت أنا بادئة فيها. بدي أعمل منزلقة، بدي أعمل 3 سلاسل. عملت 3 سلاسل، بدي أجي عن نفس المكان اللي كنت عم بشتغل فيه كل هيدولة وفوت وأعمل منزلقة. هاي أول بتلة صارت معي جاهزة. هلأ البتلة الثانية نفس طريقة البتلة الأولى. عشان الفيديو ما يكون طويل هشتغل بس البتلة الثانية امام الكاميرا وكمل باقي البتلات خلف الكاميرا. هعمل 10.5 عمود. هاخد الخيط وأظهر منهم كلهم واعمل منزلقة. 3 سلاسل، هفوت اعمل منزلقة من نفس المكان. هاي البتلة التانية صارت جاهزة معنا.
هذا الشكل. هلا بدي اعمل السنتر يلي للوردة، حنقي لون مختلف، هشتغل انا باللون الابيض. هلا فيكن تعملوا غرزة باف لحال وترجعوا تشبكوها، وفيكن دايركت، انا دغري دايركت هعملها. هنقي اي مكان اي مكان بهيدي الطريقة، هاشبك الخيط، هعمل ثلاث سلاسل. هيدا الخيط اللي معي هون هدخله للخلف هيك. هلا بدي اعمل ستة نص عمود بنفس الطريقة، ستة نص عمود، بس النص عمود حيكون طويل على مدى الثلاث سلاسل، هأعمله مكان ما دخلت وشبكت ثلاث سلاسل بهيدي الطريقة. ما حاشتغل على السلاسل لأنه حيوسع معي الخيط، هاشتغل هون، هبلش أعمل هاي أول نص عمود، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، هاي ستة. هاخدهم كلياتهم بلفة وحدة وهعمل منزلقة بهيدا الشكل. هعمل سلسلة وحدة، هقص خيط طويل. هلا إذا بدكن بتقصوه طويل شوي حتى تقدروا تخيطوها بالقطعة يلي انتو حابين تشبكوها فيه. فأنا كنت عم بقص الخيط طويل بحس يكفيني، هأسحب هيك الخيط، بحس إنه يكفيني إنه أنا خيطهم بقلب القطعة. هلا بدي جيب البافية اللي عملتها هذا الشكل، بدي اجيب السنارة بالوجه المقابل، يعني انا شبكتها هون بالمقابل، بدي فوت ودخل هيدا الخيط الطويل هيدا الشكل، بدي زبطها للبافية بقلبها او غرزة الباف، شدها هيدا الشكل. بدي اعمل عقدة. هلا خلصنا من السنارة، هخلي هولي انا الخيطين طويل. اذا بدكن انتو ترجعوا تخيطوها بخيط تاني فيكن تقصروها، هلا فيكن تلزقوها، فيكن تخيطوها. فمهم هيدي الوردة الباف صارت جاهزة معكن، فيكن تستعملوها كتزيين لأي قطعة عندكن ياها بهيدا الشكل. فيني انا زين فيها القطعة اللي عندي ياها، بتعطي جمالية اكتر. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. اذا ما مشتركين بالقناة بليز اشتركوا بالقناة واعملوا لي لايك للفيديو. هحط لكم رابط حسابي على الانستغرام، تابعوني على الانستغرام، واي سؤال حابين تسألوني اياه اهلا وسهلا فيكم تسألوني اياه بالتعليقات تحت الفيديو او عبر الانستغرام بالرسائل الخاصة. وهلا انا بدي لكم ضلوا بخير يا رب، باي باي.